السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفو لوبسيون بوليس أو لا الخط أو لا لوفون. مثلا أنا عندنا مثلا على سبيل المثال هاد القيمة، هاد الفالو غادي كيتي ايزي وان نت. عندي أنا هاد القيمة هادي، هاد الكتبة هادي في وسط هاد السيليل. كيف ما عرفنا أن برامج مايكروسوفت أوفيس تعطينا واحد لوبسيون تاع انني نغير الحجم ديال الخط ونغير النوع ديال الخط ونغير اللون ديال الخط او مجموعه التغييرات ممكن نديرها على حساب البوليس. انا مثلا اللي بنغير نوع الخط غادي نسيليكسيوني هاد لابارتي او لا سيليكسيونو هاد السيلول اللي بنغير ليها الخط وغادي نتوجه لهاد القائمه هادي. تلاحظوا انه تعطينا واحد المجموعه تاع انواع الخطوط ومجرد المرور على الخط تعطيني واحد لابيرسي او لا معينه. نزيد هذا الخط بهذا الشكل، نعم. ونفس الطريقه اذا بنغير الحجم ديال الخط، هنا شفنا لما نغير النوع ثم يكفي اننا نغير الحجم لا طاي دو بوليس انطلاقا من هذا الشكل. نسي مثلا 24، تلاحظوا انه كبرنا لو فون او لا البوليس وكبر معاه حتى العرض نتاع هذا السيلول. ثم ممكن انا كذلك هذا نزيد الرد هاد الكلمة أو لا هاد الميساج اللي كان في وسط السيلول غا كشي. أنا نسيت نحدد هاد السيلول وأبخي نكليك على جي. ونفس الطريقة بالنسبة لي بتردها إيطاليك مايلة، كليك على هاد إيطاليك بهذا الشكل. ممكن نحيد غا عن طريق ما نديزاكتيفيها ثم السوليني نرجع عاوتاني نصغر الخط مثلا بهذا الشكل. ثم ممكن نغير الكولور تاع الخلفية تاعت الخط مثلا، نزيرو هاد اللون هذا. تلاحظوا ان كازا كبعت شبش تبالينا، تلاحظوا انه تغير لنا الخلفيه نتاع هاد السيليل انطلاقا من هاد ليكون هادي. وممكن نغير اللون ديال الخط انطلاقا من هاد ليكون هادي بهذا الشكل هذا. ممكن نكبر بهذا الشكل هذا عن طريق هاد العمليه او لا نصغر عن طريق هاد العمليه. تلاحظوا انه تزيد ليا ان مثلا على سبيل المثال 14، تنكليكي على 16، نعاود نكليكي على 18 وهكذا. ثم عندنا هاد ليكون هذا اللي مسؤول على لو بوغدير وغادي نشوفو ان شاء الله تعالى مستقبلا. اذا تنستنتجو اننا لبنا نغيرو على البروبريتي نتاع البوليس انطلاقا من هاد الجروب بوليس، او لا نكليك على هاد ليكون بهذا الشكل وتعطينا هاد لوبسيون افونسي. هنا غادي نحدد النوع نتاع لو تيب نتاع البوليس، ثم انا غادي نحدد ستايل واش نورمال او لا ايطاليك او لا غرا او لا غاو ايطاليك. هنا كذلك تنحدد لا طاي نتاع الخط، ثم نبدا نحدد هاد السولينيومو الخط انا شبيت خط عادي سامبل او لا بيت خط يكون دوبل او ما شابه ذلك. ثم انا الكولور كي بيت يكون حدد اللون اللي هنا هاد لي زوبسيون تاع باغي اكسبوزون انديز اللي باغي مسؤول على واحد الخط تتكوش واحد الخط في وسط الكلمه، والاكسبوزون تترتب بحال شكل في الاس ولا انديز تترتب بحال شكل ميدال. وغادي نكتشف بعض القدر هذا حتى الدرس المقبل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.